تم بالرباط توزيع الشواهد على 22 من المكونين الجهويين في مجال محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية في إطار برنامج التعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمركز العالمي للأمن التعاوني. يندرج المشروع في إطار المخطط اللي وضعته المندوبية العامة لمحاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية، واللي كيرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية: بعد إدماجي إصلاحي وتربوي، وبعد أمني وقائي، والبعد المتعلق بتطوير القدرات ديال الموظفين في مختلف المجالات اللي احنا بصدد اليوم في إطار علاقة التعاون مع المركز العالمي للتعاون الأمني. البرنامج التكويني يهدف إلى توعية موظفي السجون بضرورة منع التطرف والمعالجة الفعالة لهذا المشكل وتعزيز الالتزامات الإيجابية القائمة على حقوق الإنسان والتواصل مع المعتقلين.